للدبة السوداء والحصان الأسود في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ولا أحد كان ينتظر بيرلي، لكنه يحتل المركز السابع أعتقد أمين، وأداؤه لم يكن مخيبا في الكثير من المباريات، نعم، خاصة بفضل خطته المحكمة التي استطاع بفضلها أن يقارع سيتي ويرغمه على تهادل الهدف مقابل هدف. نشاهد بعض الصور التكتيكية من هذه المباراة والطريقة التي لعب بها نادي بيرلي الذي اعتمد على خطة 4-4-1-1 والمثلثات الكثيرة التي كان يصنعها اللاعب. تفضل بلال. وي رانا نشوفوا هنا اللاعبين تاع بيرلي وين يمشيوا، يعني 4-4-1-1 ونجمو نقولوا 4-4-2، يعني اثنين ما يكونوش لي دو هكذا، يكون واحد مور واحد، تما نجمو نقولوا يعني 1-4-4-1-1. تما احنا ندخلوا الغارديان ثاني، ما نساوش الغارديان نحيوه توجور ايتيل، ونلقاو صعوبات، نقولوا لقاو صعوبات باسكو علاه لو في الاخير داروا تعادل 1-1، من مانشستر سيتي ضيع كثير كرات تاع التهديف يعني. ونشاهد الضغط، نعم نشاهد الضغط العالي بن شيخ، اعطينا الصوره الاولى حتى نشاهد الضغط العالي الذي كان يقوم به نادي بيرلي. انت شاهدت اللقاء بن شيخ، شوف ثلاث لاعبين من نادي بيرلي في منطقه جزاء مانشستر سيتي يحاولون افتكاك الكره. بصح ما يجريو باك الكره كانت تخرج من الحارس ويجيو خارجين بها بعقلهم. رغم ذلك مانشستر سيتي لا يقلق، ما يقلقش كاع، هذوك اللي ولاو يجراو عياوهم. مانشستر سيتي دوميناو لادفيرسير تاعهم، مانشستر سيتي راطاو بوكو دو بيت الور لو درني روكازيون دو بيت تاع ستيرلينغ لي بوا فارغين كيف الغويرو راطا وهكذاك افيك لي تروا جوار ما ابسون، نعم ساني سيلفا وخيسي، نعم فهمت، عنده تروا جوار دو كاليتي يخصو، نعم وهكذاك سيتي دو كراز براتيكمون دوميناهم كاع حتى وقيلا 5 مينوت لا 4 مينوت لا فا باش ايغاليزاو سير اون، ماشي نقولكش اون ايرور، لان لارير دروا تاع سيتي تالمو يطلع بزاف ان مومون دوني بن عمي ان سونتر سير ان سونتر ايغاليزاو، نعم مي و اليكستيريور سي با ماشي في سيتي افيك تروا زابسونس دو كاليتي. نعم امين، غوارديولا صنع الحدث واثار الجدل بتسميته لست لاعبين فقط على مقاعد البدلاء عوض 7، وهو المعروف بدعمه للشباب، لماذا لم يستنجد بلاعب من الاكاديميه ويضعه في كرسي الاحتياط؟ لماذا فقط اعتمد على 6 لاعبين؟ لأن المباراة محمد تستطيع أن تقول أنها شكلية، حتى لو خسرها مانشستر سيتي فإنه سيبقى بعيدا عن الوصيف مانشستر يونايتد ب 12 نقطة أو 11 نقطة، الآن هو في المقدمة منذ بداية الدوري الإنجليزي، الآن يتقدم بفارق كبير ومريح، لذلك ربما رأى غوارديولا أن لا يستنجد بأي لاعب إضافي وأن لا يكسر المجموعة، بما أن المباراة ليست مهمة لكن جدا وليست ضرورية. لو فعلها مورينيو لا سقطت عليه السماء، لأن مورينيو مطالب بالفوز ومطالب بتوفير كل الحلول اللازمة في هذه الفترة التي يمكن اعتبارها سيئة والتي يمر بها فريق مانشستر يونايتد، عكس السيتي الذي يمر بواحدة من أزهى فتراته عبر التاريخ. البعض قرأها بطريقة أخرى بلا، البعض قال بأنها رسالة إلى من يقولون بأن السيتي أنفق الكثير من الأموال لجلب اللاعبين، وكأنه غوارديولا يقول لهم ها أنتم تلاحظون لم أجد حتى 7 لاعبين في مقاعد البدلاء وأشركت 6، والبعض الآخر قال بأنها رسالة من غوارديولا إلى ملاك النادي الذين لم يرضخوا لمطالب إدارة ليستر سيتي بجلب محرز، وكأنه يقول للملاك أنا ألعب بدكة احتياط ناقصة. لا مش ناقصة، يعني كان ينجم يطلع من رديف يعني لاعب منايا، وانا مانيش داكور مع من وين يقول مقابلة شكلية، ما وش مقابلة شكلية، مقابلة تاع بطولة هذه وين سيتان كلو بروفيسيونال شامبيون بروفيسيونال وين يلعب 200% ما يلعبش ميم با 20% يلعب 200% اليوم سي فري نقولوا باللي كاين 6 لي رومبلاسون ينجم يكون 7 مي توجور ايتي لي 3 كي فولونتري ما كان وكان قال زعما تنجم تدخل 7 جوا تم لي تبوزي لا كيسيون قال او خص واحد مي اليوم عندك 3 اللي يدخلوا مي اليوم المدرب توجور شاك ماتش جميع مدرب في لو موند اونتي توجور عنده برسك لي 11 اللي يدخل بهم البلون بي ديالو شكون اللي راح يدخل توجور عنده لي 2 هذوك اللي باينين راح يدخلوا لو 3
يريح يسنى بوتيت ان بليسي بوتيت الكارديان يخرج بحمراء يخرج 16 مات سيكوند يتوشيها بيدو عندك توجور تروازيام شونجمون هذه مي ما نقولش مقابله شكليه مقابله يعني تاع بطوله مقابله وين بروفيسيونيل حب يربح المقابله مالوزمون ايزون ايغاليزي لا دانيير مينيت نعم. أمي سأعود إليك بعد قليل الحديث عن مواصفات لابورت المدافع القوي الذي جلبه مانشستر سيتي، لكن قبل ذلك مورينيو قال بأن الصراع على اللقب انتهى، وغوارديولا قال لا الصراع على اللقب مازال، من نصدق؟ صدق غوارديولا الآخر رونار الآخر يقول كلام باش يرقد